eso se va a hacer. Tiene ti. انا اتخرجت من ادب تاريخ. مش عايزه اقول لكم انا كنت ما بحبش ادب تاريخ قد ايه، بس اللي دخلني مجموعي طبعا ودخلت بالصدفه البحث. انا اصلا كنت علم علوم، يعني دي حاجه من المعجزات اللي حصلت لي اصلا. دخلت لقيت شباك فاضي، قدمت فيه، طلع ادب تاريخ واتقبلت. فلك انت تخيلوا بقى انا التاريخ في حياتي عامل ازاي. بس في الاول وفي الاخر طلعت بتقدير. ليه بقى؟ لان اكتشفت ان انا عندي موهبه ان انا بحب يعني اعرف احداث التاريخ. وبقيت دلوقتي حاليا بقيت احب اقرا حاجات تاريخيه واتفرج على افلام تاريخيه. يعني احنا صغيرين اصلا مش عارفين برضه احنا عايزين نخش ايه. كل احنا صغيرين يسالوك عايز تخش ايه، طب، هندسه، مش عارف ايه. وهو في الاخر اصلا يعني في كليات تانية كتير ممكن تكون انت اصلا هوايتك فيها. فبس حبيتها بقى. وبابايا الله يرحمه كان بيقول لي ما تكرهيش التاريخ، يعني حاولي تقسمي المنهج على قصص واعرفي القصه وتخيليها قدامك. ففعلا عملت كده ونجحت وجبت تقدير الحمد لله. قصة طويلة. انا اتولدت في ايطاليا وعشت في القاهرة وتربيت فيها، وبعد كده اتجوزت في المنصورة. انا بسافر يعني وانا صغيرة مكنتش بسافر كتير، لكن بقى لما كبرت بقيت احب اسافر كتير. انا اكتر حتة بحبها بحب بورسعيد، بحب اسافر بورسعيد. اول ما بخشها بفرح. اول ما اتخرجت زي اي خريج الحياة ورد قدامه، جيبي تقدير بس وانت هتتعيني في اي مدرسه حكومه. طبعا جبت التقدير وفي الاخر خالص الحمد لله ما اتعينتش على اي حاجه من اللي انا بسمعها دي، والحياه ما لقيتهاش ورد خالص. خدت كورسات تنميه بشريه كتير، خدت كورسات انجليش كتير، خدت كل حاجه، يعني معايا ورق قد كده. بعد كده بقى قدمت في مدارس 22 مدرسه وما اتقبلتش في ولا واحده. هتسالني تقول لي ليه، انا مش عارفه والله. بس هو نصيبي ما اتكتبش فيهم، ماليش نصيب فيهم ان انا اكل عيش منهم والله. بس المهم بقى بعد كده قدمت ان انا اشتغل كول سنتر، واشتغلت فعلا في شركه كبيره في قريه الذكيه. قعدت سنتين لحد ما بقيت ترينر. حسيت بجد ان ربنا كان شايل لي حاجه حلوه قوي، وهي الشغله دي. حبيتها عشان علمتني ازاي اتعامل مع الناس. حبيتها عشان علمتني ان انا ازاي اتكلم. كنت الاول ما بعرفش اتكلم نهائي، يعني مش زي دلوقتي، بس كنت بعرف اتكلم خالص بجد. لان برضو لما كنت جايه من بره مصر ودخلت مصر، الثقافات مختلفه وحاجات كده مختلفه. فهي دي فعلا علمتني ازاي اتعامل مع الناس وافهم الناس. اللي دخلني في حوار الفيديوهات، اول حاجه انا بحب اصور كل حاجه في حياتي. يعني بحب اصور فيديوهات كتير، حتى يعني ممكن اصور قرايبي من غير ما يعرفوا ان انا بصورهم. بس ما فيش حد يصورني، يعني انا ما فيش حد. المهم بقى ان انا دخلت علشان قلت ممكن افيد غيري بحاجات بسيطه. انا بحب قوي اقدم معلومات كده. واغلبيه الوقت حاليا دلوقتي انا قاعده لوحدي اغلبيه الوقت. فحسيت كده ان انا يعني ان انا اخش الموضوع ده وكده. بس يعني مؤخرا لقيت حاجات كده بتحصل لما عدد المتابعين زادوا كده. انا ماليش في حوار الترند، وماليش في حوار ان انا الناس تيجي تقول لي انت بتعملي ايه ومتعمليش ايه. انا داخله كساره بس كده، يعني يعني مش هاممني اي حاجه، يعني فاهميني ولا لا؟ عايز اوصل لفين؟ اهم حاجه ان الناس تحبني بس ما تشتمش، ده اهم حاجه عندي. اوكي. يعني ده يعني بس مش عايزه اي حاجه تاني. اللي ما بيحبنيش يبعد عني، اللي يحبني يخليه في ظهري عادي. محتوايا على اليوتيوب وعلى كل الحسابات السوشيال ميديا عندي اللي هو كل حاجه. يعني انا من الاخر بفتكر ايام تيتا الله يرحمها بتعمل كل حاجه، بتخيط لنفسها وبتعمل الاكل وبتنظم شقتها وتبقى شقتها شكلها حلو، وبتعرف الاماكن الرخيصه والاماكن الغاليه. انا بقى عايزه الحياه دي تاني، عايزه الحياه البسيطه بس انا ابقى ملمه بكل حاجه. يعني بعرف اطبخ، اتعلم الطبخ، اتعلم ازاي اخيط، ازاي البس، ازاي ارتب شقتي واعمل ديكورات تريحني نفسيا كده. يعني ماشي. انا هجاوب بس على سؤال يتعلق بالسؤال ده. انا امتى عرفت الوكاله؟ يعني امتى عرفت الوكاله اصلا؟ عرفت الوكاله لما كنت بخيط لبس انا مش بلاقيه في السوق، بلاقيه مثلا دخلت مثلا لقيت حاجه معينه، لما كنت عايزه البس حاجه معينه وما لقيتهاش، فكنت بخيط لبسي على طول، بجيب قماش واخيط لحد لما خياطه قالت لي على فكره اللبس انت بتنقيه ده او اللي انت عايزه تخيطيه ده، روحي حته اسمها الوكاله هتلاقي لبس مستورد كتير من الاستايلات دي، لان الاستايلات دي ما كانتش موجوده اصلا في السوق.
المهم نزلت فعلا ولقيت فعلا حاجات شكلها غريب ومش منتشر. انا ما بحبش الحاجات المنتشره وما بحبش الموضه، انا ما بحبش الموضه، انا بحب البس حاجه تريحني بس. بحب بقى ماركه ايه وما بحبش ماركه ايه على حسب نوع القماش اولا والجوده والستايل. يعني ما بيهمنيش ابدا البس ماركه كذا عشان هي ماركه كذا، لا اهم حاجه الستايل عاجبني ومريحني البسه. ممكن اجيب قطعه من على الرصيف عادي بس انا فرحانه بيها. وشيء كويس بس مؤخرا في جدال اللي هو بيدعم المثليين وكده، انا مش عارفه ده حاجه حقيقيه ولا لا، عمال اعمل سيرش جامد فانا مش هقدر اقول رايي، فانا مش هقدر اقول رايي في شيء دلوقتي نهائي، لان انا بمختصر المفيد برضه انا بجيب من شيء عشان هو رخيص، لكن هو كجوده مش احسن حاجه. يعني في الوكاله جودتها انضف منها بكتير جدا، بس في ناس بقى بتقعد تعلق على الوكاله مش عارف ايه، طبعا هم مش دماغهم غير دماغي يعني. بس بخصوص بقى بريشكا وبولاند بير والكلام ده، انا بحب الاثنين زي بعض على فكره، يعني بريشكا وبولاند بير على طول بيبقوا لازقين في بعض عشان هما الاثنين زي بعض، وبحب البس منهم الجواكت الجينز جامد، بس هي دلوقتي اسعارها عاليه شويتين يعني. بس من ناحيه ايه، من ناحيه ايه ماشي. هنتكلم في اول حاجه في الوكاله، عشان الوكاله دي اول منطقه انا عرفتها، هي حلوه بس بتتعبي عشان تشتري القطع. يعني ممكن تلف الوكاله كلها الشارع كله تلفيه هتجيبي مثلا 4 5 قطع. اللبس اللي بالكيلو دلوقتي انتشر جامد قوي وده مريح لنا كلنا، في منه اونلاين وانا قلت كتير عنه قبل كده، وحلو بقى ان انت بتقيسي ممكن ترجعي القطعه لو لقيتيها مش مظبوطه، عشان احنا كبنات بنروح نغير راينا في ثانيه كده يعني. بورسعيد حلوه وبس الوكاله بقت احسن منها، بس بورسعيد ارخص من الوكاله، بس انا بحب بورسعيد في اي حاجه برضه. بصوا اللي بيعرف يحوش فهو ينزل في السيل بيظبط نفسه عادي من اي محل، لان الوكاله ليها دماغ كده يعني. انت لو انت بالك طويل وبالك رايق انزلي الوكاله، لكن لو انت بقى بتحبي تشوفي كذا مقاس ومتسرعه فانت لازم تخشي محل، وده هتحوشي عشان تشتري في السيل. بس طبعا انا ما بعرفش احوش، يعني انا كسرة ما بعرفش احوش، فانا بنزل الوكاله كل ما يكون معايا فلوس او كل ما اعدي من عليها اجيب لي قطعه في الثانيه في الثالثه، وبعمل فيديوهات بيبقى الفيديو ده بيبقى معمول على كذا حلقه بس انا بجمعهم على حلقه واحده عشان يبقى المضمون تقيل. في اخر الحلقه عايزه اهم حاجه عندي ان انا عايزاه ان الناس تحبني وما تاذينيش، بس ما تشتمش، ده اهم حاجه عندي. وانا حياتي بسيطه خالص، ما فيش اي حاجه يعني، مش هعمل بقى ترندات لا ماليش في الكلام ده خالص. وحياتي الشخصيه عاديه جدا زي اي حد، ممكن اعيا النهارده اصور بكره لما اخف كده، ما يعني بس هي دي هو ده اللي انا هقوله في اخر الحلقه. يلا بقى، باي باي.